السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته لكل متابعين قناة أبو غزال على اليوتيوب. اللهم صلي وسلم وبارك وزد على سيدنا محمد. تحية لكم من القلب أيها المتابعون أينما وجدتم. طبعا يا شباب، قبل ما نبلش حبينا نغير اسم قناتنا من قناة أبو غزال إلى قناة أسواق الجزيرة للمواشي، بما أنه إحنا نغطي أسواق المحافظة الشرقية من سوريا، فاسم أسواق الجزيرة للمواشي أشمل وأوسع وأفضل يعني، ولا نحاز لأي جهة سياسية أو ولا نحاز لأي جهة عشائرية، حتى ما بناس تحسست من كلمة أبو غزال البجاري يعني أنه تقول أنت متحيز الجهة واحدة أو العشيرة واحدة. لا، إحنا ما نتحيز لا الجهة ولا لأي انتماء سياسي نهائيا، بالعكس تماما، إحنا مستقلين تماما على الأمور هاي إن شاء الله تعالى. فأسواق الجزيرة للمواشي اسم أشمل واسم أوسع وأفضل، حتى يعني أثناء بحثك على اليوتيوب إذا كتبت الحسكة للمواشي أو الحسكة فتطلع الجزيرة، فإذا كتبت الجزيرة للمواشي أو كتبت أسواق الجزيرة أو كتبت أبو غزال البجاري يعني بسهولة إن شاء الله بالنسبة للبحث للأخوة اللي ما يعرفون يعني زيادة على مجال التواصل الاجتماعي أو مجال السوشيال ميديا. حبايب قلبي، اقترحنا البارح على صفحتنا على الفيسبوك تغيير اسم اسم قناتنا من أبو غزال إلى أسواق الجزيرة للمواشي، فجتنا تعليقات كثيرة بناس وافقت وقالت كويس الاسم، بناس اقترحت علينا أنه ما نغير الاسم، بناس تقول اسم أبو غزال تعودنا عليه. فإحنا نحترم كل آرائكم وكل تعليقاتكم على الفيسبوك وعلى اليوتيوب. طبعا إحنا يهمنا اللي يتابعونا على اليوتيوب يا شباب، طبعا الكل يهمنا، ولكن يهمنا أكثر شيء اللي يتابعنا على اليوتيوب حتى نستفيد صراحة يعني. اليوم ما حد يشتغل يعني مجانا، حياكم الله وبياكم. طبعا إحنا بالمستقبل إن شاء الله يا شباب راح نتوسع وراح نتطور أمورنا بإذن الله تعالى. الآن اللي يعني الإمكانيات ضعيفة يعني، الآن يعني موبايلنا عادي عم نصور بسامسونج A11 يعني، مونتاجنا ضعيف يعني، لابتوب ما يوجد، برامج ما عندنا يعني، بدنا فترة وجيزة من الزمن حتى نصير ونكبر سوا مع بعض يا شباب. يعني انه احنا بمتابعتكم بنشاطكم بدعمكم انه نصير ان شاء الله تعالى. يعني امور قناتنا بالماضي كانت مثل ما يقول كويسة، واشتغلت أربعة على القناة، وقلنا يعني كنا ناويين عليها ان هي شينا انه نبلش نبلش بشيء قوي، ولكن الحمد لله رب العالمين راح قدر الله وما شاء فعل. ولكن اليوم قناتنا هاي نبلشها مثل ما يقولوا من الصفر، ونبلش بشيء جدي وشيء كويس وشيء نظيف، وما نزعج حدا ولا حدا يزعجنا نهائيا. يعني شفنا تعليقات سلبية جدا جدا على الفيسبوك، نشرنا مقطع يعني وشفنا تعليقات سلبية، يعني ما اعرف ليش التعليق السلبي. الماري اللي تابعنا يا شباب عدم المؤاخذة، الماري اللي تابعنا على اليوتيوب لا يتابعنا، الماري اللي تابعنا على الفيسبوك لا يتابعنا. يا أخي إحنا شاحذين منكم المتابعة هذا يعني حقيقة يعني عدم المؤاخذة. طبعا إحنا مع احترامنا لكل متابعينا النظاميين الكويسين اللي متابعينا باستمرار، طبعا يا شباب إحنا أسواق الجزيرة للمواشي اسم أشمل واسم أفضل واسم أحسن، وطبعا إحنا الآن طبعا اعتمدنا أن نغير الاسم، ولكن ما اعتمدنا على الاسم 100%، ولكن إن شاء الله على الأغلب راح نسميه أسواق الجزيرة للمواشي. وطبعا بالأيام القادمة إن شاء الله نتوسع ونصور أسواق الرقة وأسواق الحسكة وأسواق دير الزور. طبعا الحسكة بها أسواق كثيرة، مثل عندك السيقر، مثلا مشيرفة، النفق الغربية، العزية، مرقدة، الدشيشة، طبعا هاي أسواق نقدر نصلها، ولكن صحيح أماكنها بعيدة ومكلفة جدا، ولكن لما توصلون أخوكم أبو غزال قسم الأرباح من اليوتيوب، بس نوصل 1000 مشترك 14 ساعة مشاهدة نصل الموضوع قسم الأرباح، فنصير يصير شغلنا ويصير المقطع اللي ننزله نستفيد منه حقيقة. يعني اليوم إحنا ما بأي قناة بالحسكة وما بأي إنسان مهتم محتوى المواشي وما بأي قناة على أرض الواقع تصور أسواق الحسكة، فقط قناة أخوكم أبو غزال. فراح نغير الاسم إلى أسواق الجزيرة للمواشي حتى تكون أشمل والأسماء والاسم يكون أفضل بالنسبة للمتابع والمشاهد. طبعا احنا مهتمين بهالمجال هذا وحابين انه نتابع حركة الاسواق بشكل عام، ونحابين انه مهتمين بموضوع المواشي وبيع وشراء. احنا من ايام اجدادنا غنامة ولد غنامة، ونحب القنم ونحب البيع والشراء الحمد لله رب العالمين. فاحنا نعتذر على الكلام يعني الغير لائق، يعني ما اريد حدا يعلقنا تعليق سلبي. يا اخي ما تريد تتابعنا لا تتابعنا، تريد تتابعنا عندك استفسار فرقمنا موجود باليوتيوب موجود على الفيسبوك، فاستفسر يا اخي اي شيء بدك اياه استفسر على الخاص وحاكينا يعني. فاحنا نترك لكم التعليق الايجابي على القناه على اليوتيوب انه معانا بتغيير الاسم
ولا ضدنا ولا عندكم اسم ثاني، اللي عنده اسم ثاني واسم اشمل وحلو فيفيدنا بالتعليقات يا اخواني بالله. من ابو غزال الى قناه اسواق الجزيره للمواشي على اليوتيوب، وطبعا اني داير القناه يا شباب، ترى كل امور القناه علي، تصوير الاسواق جالس اصور اني بنفسي، المونتاج عندي، ضغط المقاطع، رفع المقاطع، يعني بدكم تتحملون شوي لانه قاعد نلاقي عبء وقاعد نلاقي ارهاق وتعب جدا جدا من غير يعني المصروف المادي حقيقه يعني. بس ان شاء الله نوصل لقسم الارباح باليوتيوب ان شاء الله، الامور هاي سهله. وصلونا 5000 متابع شباب، وصلونا 5000 متابع باسرع وقت، وصلونا 1000 مشترك و1000 متابع باسرع وقت حتى ندخل بقسم الارباح على اليوتيوب. الشيء الراح راح، ما ندحق لورا. فعندنا كان متابعين 3.5، فان شاء الله يرجعون 3.5 ويرجعون 4 باذن الله تعالى. حياكم الله وبياكم من قناتكم الجديده وقناتكم بالاسم الجديد، وان شاء الله راح يكون بي لوجو جديد وصوره غلاف جديده يهدينيها شخص برات البلد. تحيه للشخص اللي برات البلد اللي حاب يهدينا لوجو للقناه اسواق الجزيره للمواشي. حياكم الله وبياكم، اخوكم ابو غزال البجاري. راح نبلش باذن الله تعالى بحركه السوق اليوم السبت، خليكم معنا ونعتذر جدا جدا على الاطاله. اليوم يا شباب 10/6/2023، اليوم السبت، احنا في سوق ومزاد البقارة جنوب محافظة الحسكة، لنطلع على وضع السوق والحركة بشكل عام. طبعا بداية يا شباب، الحركة اقلب شيء للحم وضحايا اللحم الغنم، اكثر شيء عليها السوم، لا تعتبر نعجة ارخص شيء بالسوق، لانه الكبس اليوم غالي جدا جدا، يوصل حقه للخمس لست ملايين يعني كضحية. راح نبلش ان شاء الله من عند الدلال عمار الحمداني ابو احمد، وشفنا المرايع الطيبات، وراح نبلش من عند المرايع. اللهم صل على سيدنا محمد. صار نبيش؟ والله ما صار شيء، ما صار نبيش. شنو سنن؟ قحومه سنه اولى. قحومه سنه اولى، ما شاء الله تبارك الله. ايش طالبين عليهن؟ والله ثلاث. ثلاث ثلاث. الصلاه على النبي. مرايع وقحومه يا شباب، اذكوره مو اذكوره؟ اذكوره يعني مو غنم. اذكوره هي. اي اقول لك خاف بين عجه يعني. ايه قحومه اول سنه ذكوره. هذا خليه على ابراهيم، هذا على حمادي احمد. مطلوبين ثلاث ثلاث. ما مخصيات نظام؟ ايه قعدات نظام. قعدات نظام يعني تبيع كفاله قعود. ما شاء الله تبارك الله. ومعان جحش اسمه ابراهيم. ايه ثلاث مرايع يا شباب. ما شاء الله تبارك الله، ثلاث مرايع قحومه للبيع. اللهم صل على النبي. مطلوبين ثلاث ثلاث. نتابع يا شباب جولاتنا بالسوق، احنا عند الدلال عمار ابو احمد، ونتعرف على وضع الحركه اكثر واشمل باذن الله تعالى. اشوف الدلال بيسوم عنده على الخروف. صار مليون. مليون اشتري 100 ما يبقى. يا عاد انت 100,000 تريد انت؟ صار مليون سوري يا شباب، ويطلب عليه مليون و100. قاعد نشوف البيع والشراء يعني مباشر يا شباب. صار مليون و25، بده يشتغل مزاد عليه يعني 50. 25 صار مليون و100 يا شباب، ما شاء الله تبارك الله. مليون و100 حرج عليه مليون و100. اسعد قرعه بلاش بس هدوها. عندك شيء؟ عندك شيء؟ انت والله قلبه يدق. بس قلبه قام يدق. مليون و100 يا شباب، ولسه عليه سوم. باع مليون و100 الف سوري يا شباب، ما شاء الله تبارك الله. هنا خرفان يا شباب، مزاد على الخراف ما شاء الله تبارك الله. وين صار ابو احمد؟ مليون و10000. وانت ايش طالب عليهن؟ مليون و100. مليون و100 والدفع مليون و10. ايه هذا مرضان يا اخي حمودي. ما شاء الله على راسي حمودي. مليون و100 يا شباب الطلب، والدفع مليون و10000. ما شاء الله تبارك الله، خرفان ورادي زينات ما شاء الله. مليون و250 الربج هذا يا شباب، خرفان خشنات طيبات ما شاء الله تبارك الله. مليون و250 الف. اللهم صل على النبي. هو دائما السوق ان شاء الله الخروف بده يتحرك قبل العيد باذن الله ان شاء الله. مليون و250. والطلب ايش قد ابو احمد؟ 350. الصلاة على النبي. كمل جولاتنا بالسوق يا شباب، نروح عند الدلال علي ابو ايناس. شلونك عمي علي؟ اخبارك؟ راسي ابو غزل والله. حبيبي، شو وضع السوق ابو ايناس؟ الخروف زين. اي نعم. عجل لحم مطلوبة. مطلوبة.
تماما. هاي ناجا هاي مليون مليون و350 ما شاء الله تبارك الله. رباعيه للساعه ضحيه جاهزه ان شاء الله. نعم مو ناقص شيء. ما ناقص اي شيء. مو ناقص شيء. مليون و350 صارت. صارت. ما بعت. ما بعت لا. انت ما بعت ولا صاحبه؟ مليون ونص صارت مليون و350 ما بعت. انت ما بعت صاحبه ولا ما بعت؟ ايوه زين انك ايوه. ما شاء الله تبارك الله. وهذا؟ هذا صار مليون و700. علموس؟ شله. شارع سن. ها هرم. ايه هرم نعم. بس مو على الموز يعني صح مليون و700 هذا 3 ايام 4 ايام 5 ايام بي منه نتيجه بي منه نتيجه بي. بالنسبه للع... بالنسبه للعجه بي منه نتيجه مليون و700 اشياء عمره 90 سنه جاي اي صحيح صارت مليون و350 وهي صارت مليون هي وخاروفه هي وخاروفه عويك عويك ابو ايناس ولا والله زاد شارع سن نعم زاد شارع سن نعم شارع سن واحد تماما مليون صار شلونك عم ابو علي؟ اخبارك؟ شلون اسواقكم ابو علي؟ شلون اسواقكم؟ زين السوق؟ ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله الله كريم ان شاء الله باذن الله. اجد هذا النسخ خلاص هذا النسخ خلاص صار 250 500000 جوز الجوز 500 والله زين نطلب 3.5 يدفعون 250 500000 جوز ما شاء الله تبارك الله ايه هذا على موسى ابو ايناس شفتك الصبح 750 نعم اثول اثول نعم ليش تشبه شنو ثول زين؟ ثولي هذا رباعي ثول والله لا دم جادين ثول مو هذا مدري والله هذا دم جادين ثول والله اسعار هاي اسعار وادي جاد ثول من القلاع والله والله يراها صاير بالبلد اي عين الله اي عين الله تشبش حيوان بده ينثول صار 7 ونص اريد مليون مليون على موسى ابو نعم ياخذونه ذبح يعني ذبح نعم ذبح انا قاعد ادلل عليه على الموس صار 750000 اريد مليون تمام هاي ب 4.5 انباع شي ما فطيمه نعم 450000 سوري اللهم صل على النبي اريد مليون و100 تريد مليون و100 وملسه ما صار شيء تمام ابو ايناس وهذا الربيج يطلب عليه مليون و100 ما شاء الله تبارك الله الخرافه هاي